اختبار جدية ومحكا حقيقيا لوسائل الإعلام العراقية والمنظمات المهنية المرتبطة بالعمل الإعلامي وللإعلاميين العراقيين عموما، لقياس قدرتهم على التأثير والتصعيد والتعبئة، ومن ثم قدرتهم على معالجة المشكلات والقضايا التي تمس صميم عملهم بل وتمس كرامتهم أيضا. هذه القضية هي امتحان لنقابة الصحفيين وجديتها، وباعتبارها هل هي نقابة مهنية قائمة على المعايير المهنية الحقيقية أم أنها قائمة على أيديولوجيا النظام السابق. فقد كان اعتقال الزميلة الحسيني، ورغم ما تتمتع به من امتياز بروتوكولي تمنحها إياه صفتها الإعلامية كمديرة لمكتب فضائية معروفة وكرئيسة تحرير لجريدة ورئيسة لمنظمة إنسانية وكعراقية تحل ضيفة على دولة شقيقة من قبل المخابرات السورية، حدثا مؤثرا على الساحة الإعلامية تنادى لها شرفاء من الإعلاميين وعدوه بالفعل قضية تمس كرامة كل العراقيين وليس الإعلاميين وحدهم. اتحاد الصحفيين العرب أنا لا أكتب عليه شخصيا، لأنه في أيام صدام حسين اعتقل برغام هاشم وعزيز سيد جاسم والمتكلم وأشخاص كثيرين لم تصدر كلمة واحدة من اتحاد الصحفيين العرب، لكنني أدعو نقابة الصحفيين العراقيين اللي تحتفظ بعلاقات إيجابية مع الحكومة السورية ولها صلات أن تمارس دورها وتتخذ موقف واضح وصريح أزاء هذه القضية. وهنا يأتي دور النقابات والمنظمات والروابط المهنية العراقية بما يمكن أن تقدمه ليس للزميلة هيفاء الحسيني وحسب، وإنما لنفسها ووجودها، حيث أن وجود هذه المنظمات مرتبط أولا بالدفاع عن حقوق الصحفيين وتسهيل مهامهم. وأنا شخصيا أناشد الكبار المسؤولين السوريين بالتدخل، وأخص الرئيس بشار الأسد بالتدخل لإطلاق سراح الزميلة هيفاء الحسيني، لأنها أولا امرأة، وثانيا لأنها صحفية، وثالثا لأنها عراقية والعراق له حق على الجميع. ومن المنظمات المهنية التي كان لها موقف متميز مرصد الحريات الصحفية التي أبلغت نبأ اعتقال الحسيني وظروفه لعدد من المنظمات الدولية الفاعلة، ومنها لجنة الحريات الصحفية ومراسلون بلا حدود وغيرها، وطالبت بالدفاع عنها. وكذلك كان موقف العديد من الإعلاميين الذين التقتهم الفيحاء الأمر الذي يؤسس لثقافة مهنية جديدة ينطلق منها الإعلامي العراقي إلى أفاق العمل المهني الحر، محتفظا بالكثير من قيمه ودون أن تمس كرامته. ومتابعة لذلك ينضم